مساء الخير يا تامر، كيفكم اليوم؟ آخر مرة حكينا عن خصائص بديلة، خصائص وسم بدي، وحكينا كيف بستخدم الدايركشن من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين، وحكينا عن استخدام الباك جراوند اللي هي بغير خلفية الموقع. اليوم رح نبدأ في أول خصيصة. طبعا حكينا إنه في كتير خصائص تانية رح نحكي عنهم بالترتيب. اليوم رح نبدأ بالباك جراوند كلر اللي هي باك جراوند بروبريتي والبي جي كلر. الباك جراوند بروبريتي اللي هي بتعمل الخلفية للموقع صورة، أو البي جي كلر اللي بتعمل خلفية الويب سايت اللي أنا بصممه لون. أوكي، على فرض إنه إحنا عملنا هون تكست، على فرض إن عملنا هون دوكيومنت تكست، مجرد ما أنا أفتح الدوكيومنت تكست بهاي الطريقة، هيو تكست دوكيومنت هون، خليني أشتغل فيه هون، بدي أكبر الخط. هو ما في داعي لأنك تكبر الخط، لكن أنا بكبره عشان يكون واضح لإلكم. أوكي، نبدأ بالكود الأساسي لل HTML. HTML بفتحه بهاي الطريقة، بنزل لتحت وبسكره بهاي الطريقة. برا في عندي كود الهيد والتايتل، بتطلع زي ما انا عم بيعمل لي بالضبط زي ما بيعمل لي بالكتاب. بكتب الهيد والليسن تو، بدي موجود بالهيد والليسن تو، واسكر الهيد بهاي الطريقة، بسكر الهيد بالباك سلاش. بنزل تاب لتحت، بدي عندي حطلنا كود هون البي ار حتى يفصل بين الهيد والباقي التفاصيل، وبس بهاي الطريقة باك سلاش بي ار بهاي الطريقة بسكر اللي بخلي انه كلمة لسن بسطر لحاله، وكل شيء بدي اشتغله بعدين لحاله. هلا بدي يعلمني كيف بعمل الباك جراوند كلر. بعمل من كود البادي، تتذكروا سوري هون في سبيس، ممنوع السبيسات ابدا، بفتحه بهاي الطريقه وبسكره مباشره قبل كود ال HTML. فشغل الباك جراوند كلر، سوري الباك جراوند بروبريتي هي اضافه صوره خلفيه الموقع، راح يكون داخل كود البادي نفسه. يعني قبل ما اسكره بهاي الطريقه بعمل سبيس واحده، بكتب باك جراوند بهاي الطريقه. السبيلنج كتير مهم، اي غلط بالسبيلنج تعتبر كل بروبريتي غلط. ايكوال كوتيشن، شوفوا شو بعمل. مثلا انا بدي اضيف هاي الصوره، خليني اكتب لكم صوره سريعه لايك ابل مثلا. مثلا بدي هاي الصوره تكون باك جراوند للويب سايت. هاي الصورة موجودة عندي هون، هيها شايفينها. هاي الصورة كيف بطلع منها الديتيلز اللي أنا بعمله كوبي؟ مجرد ما عملت كليك يمين عليها بروح على بروبريتي، هذا مكانها عند اللوكيشن، بعمل كوبي من أوله لآخره، باخد كوبي وبروح عند equal quotation، بعمل بيست، بسكر الكوتيشن بهاي الطريقة، بعدين بسكر لا ننسى قوس تبع بودي. هيك المفروض يكون عندي الباك جراوند على شكل الابل، صورة الابل اللي انا اخترناها. قبل خلينا كمان نكتب نص زي the background for the، اي معلومات بدك اياها، مثلا the background for the website whatever، اي نوت بدك اياه بالعربي او بالانجليزي. هذا الكونتنت، هذا اللي جوا البدي، هذا محتوى النص اللي في نفس الموقع بنشئه. كيف بسيف؟ نتذكر مع بعض، فايل سيف از، بدل ما اختار هون تكست دوكيومنت شو راح اختار؟ ويت ا مينيت، فايل سيف از، اوكي فايل سيف از، مثلا بدي اختار
كلمة ويب سايت أو أقولكم الصف التالي مثلا هاي جريد دائما وأبدا عشان يفهم الكمبيوتر إني أنا عم بشتغل ويب سايت فلازم أسيبه دوت اتش تي ام ال أوكي بروح على الديسكتوب بختار المكان اللي أسيبه عليه بعمل سيف بنلاحظ إنه سيف لي إياها as a website as a website شايفينه هيو هاد اللي هو أنا سميته 8 جريد لما أفتحه لازم يعطيني الباك جراوند as a صورة كأنه ما في نت نشوف هاي اسمها السكيورتي كابي هاي سيف از 8 جريد دوت اتش تي ام ال اتاكد بس اذا النت واصل او لا هلا المفروض تظهر شايفين فصار الويب سايت اللي انا انشاته موجود في هاي الصوره موجود في هاي الصوره اوكي اذا مره ثانيه عشان نشرح كيف عملناه كان عندنا هيك رح امسح لكم كل هذا وهيك هذا الكود الاساسي تبع ال HTML اللي هو كود ال HTML مفتوح وهون مسكر كود الهيد مفتوح ومسكر بكتب فيه اللي بدي اياه البي ار هذا عملنا اياه عشان يفصل بين الكونتنت البادي مفتوح ومسكر بهاي الطريقه بدل ما اشتغل هون الباك جراوند الايمج لما اعمل الباك جراوند ايمج بشتغل جوا كود البادي بعمل بعد كلمه بادي سبيس وحده وبكتب كلمه باك جراوند باك جراوند ننتبه كثير على السبلينج ايكوال كوتيشن من وين بجيب اسم الصوره اي صوره بدي اياها تكون باك جراوند زي انا اخترت هاي الصوره مثلا كليك يمين عليها من البروبرتي اللي هي خصائص بروح على سكيورتي وباخذ اسمها هون اوبجكت نيم اوبجكت نيم مش هذا الاسم اللي برا هو هذه الكلمه لا مره ثانيه لحتى اخذ الصوره كليك يمين بروبرتي سكيورتي على الاوبجكت نيم بعمل كوبي لكل اللي محطوط فيها وبعد هي ايكوال كوتيشن بعمل بيست بعدين بسكر الكوتيشن وبسكر بتاكد انه كود البادي مسكر تمام بعمل فايل سيف از دائما بسيف از وات بكتب اي اسم بدي اياه مثلا بدي اكتب كلمه هاي مره بس 8 دوت دائما وابدا دوت اتش تي ام ال بعمل سيف بتسيف لي على شكل موقع هيو اوكي دائما بتسيب لي على شكل موقع بما اني كتبت دوت اتش تي ام ال